صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما يقام حد السرقة على السارق بقطع يده اليمنى، هل يجوز له أن يأخذ يده معه؟ وماذا لو أعاد يده بواسطة العمليات التجميلية التي تتوفر الآن في بعض المستشفيات؟ لا يجوز هذا، يده تهدر تدفن ولا تعطى إياه، تدفن وتهدر، نعم، ولا يمكن من إعادتها، نعم.